بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين آه وقفنا المره اللي فاتت عند فين؟ اه يعني قلنا الادعاءات الاول اللي ادعوها على المصالحه بعد ما كان القديس كرولوس فرحان ان بقى في سلام وما بقاش في حد يعني محروم من الشركه وعبر عن فرحته ديت بعت رسائل للكراسي الرسوليه ويوحنا الانطاقي ايضا ارسل رسائل ورسائل يوحنا الانطاقي متطابقه مع اللي حصل وقال اللي حصل بالفعل ما زودش حاجه ولا قلل الحاجه مما فرح القديس كورولوس ولكن بعد حين فوجئ بادعاءات ان قالوا ان المصالحه دي كان عباره عن اتفاق على صيغه ايمانيه جديده القديس كورولوس وقع عليها وأنه تغاضى او اعاد تفسير البنود الاثناشر بصوره غير اللي كان بيقولها الاول أه الاول ما كانش مصدق وبعد كده طبعا لما فوجئ باللي حصل رد على الموضوع دوت وحزن جدا وفضل قلنا قضى بقيه حياته في نقاش وحوار بسبب هذا الموضوع نفى تماما حكايه ان يكون في بيان او صيغه عقائديه تم على اساسها المصالحه واحنا قررنا قلنا كتير المصالحه هي كانت تنفيذ قرارات والشروط اللي وضعها مجمع افسس لان هي مصالحه شخصيه بين شخص وشخص ده بين مجموعه وبين مجمع مجمع مسكوني والقرارات قرارات مجمع مش قرارات شخص والمجمع حدد يدخلوا في الشركة يقبلوا قرارات المجمع حرم نصور وحرم تعليمه يؤكدوا على العدرة والدة الإله يعترفوا بماكسيميانوس بطرك بدل نصور إن كتابات القديس كورولوس خدت قوة المجمع يقبلوا المجمع بكل ما قرر من كتابات دي كانت الشروط اللي على اساسها اللي يقبلها ويوقع عليها بيدخل في الشركه. عكسوا وكان القديس كرولوس هو اللي محروم من الشركه ورايح عشان يقبلوه يعني. وعملوا حيله لما اتكلموا في موضوع الصلح دوت والمصالحة ووقعوا كانوا قالوا ان في ناس بيتهموك مش بعد موضوع سنوي ناقشوا معاه كذا موضوع قلنا بولس اسقف حمص لما خلاص اتفقوا على المصالحه وشروطها وكل حاجه قال له طب في بس بعض مواضيع بقى بالمرة عش يعني ايه كنا عايزين نناقشها معاك ايه رأيك في رسالة البابا أثناسيوس لبكتيتوس قال له طب حاجة كويسة بس المهم تكون سليمة واتضح ان اللي معاهم مزورة فعمل له نسخة من اللي عنده كلمه في موضوع تاني هو ايه أربع أشخاص اللي هم حرمهم ماكسيميانوس ومجمع القسطنطينية المكاني قالوا له طب تحلل دول قال لهم زي حال حد يعني حرمهم القصف بتاعهم أو المجمع بتاعهم قوانين الكنيسة لا تسمح وخصوصا أن هم حرموا لأخطاء قالوا له طب في ناس بيدعوا عليك أنك أبو ليناري وأريوسي كمان فاحنا عشان ما يتشككوش كده كتبنا لهم رد ايه ايه ندافع بيه عنك ايه فشاف الرد بتاعهم دوت لقى كده يعني ايه مطاط وفيه عبارات غامضة فبولس أصف حمس قاعد يفسرها بطريقة أرثوذكسية لا ده يقصده كذا 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 يقصده كذا فسروا تفسير ايه ارثوذكسي في كل الأحوال القديس كورولوس لم يأخذ به كرد كتب رد بنفسه اللي بيتهموني فكتب رد قال كتب الشرقين بيقولوا كده اما اللي بيتهموني فكتب الردود بتاعته وراحوا وقعوا كل حاجة والموضوع بقى منتهي وقعوا على الشروط والبعض ما وقعش ويوحنا نفسه أكدنا وقلنا أنه كتب رسالة للقديس كورولوس وماكسيميانوس وأسقف روما شرح بالتفصيل وقرناها لكم المرة اللي فاتت ولكن عمالين يروجوا الكلام عمال ينتشر والرسائل بتنهال على البابا كيرلس انت صحيح قابلت بيان إيماني جديد أنت تنازلت عن تعليمك في البنود الـ 12 وغيره فقعد يدافع ومسك بقى الـ اللي هم بيدعوا انه صيغه ايمانيه جديده وفندها وعارضها ونفاها وقال كلامه هو تعبيراته هو مش كلامي انا أه وقلنا ان كان مكتوب فيها الصيغه دهيت اللي هم بيدعوا صيغه المصالحه بعض حاجات يعني صح اعترفوا فيها ان العدرا والدة الاله وان حرموا فيها نستور ولكن في عبارتين صاغهم بطريقة ماكرة يحتملوا التفسير كده أو كده مسكنا عبارة منهم اللي هي خاصة بتمييز الأقوال وقلنا إن في فرق كبير بتمييز الأقوال بالنسبة ونسبها للخصائص أو تنسب أو تقسم لطبيعتين فالتمييز اه ممكن احنا بنقول يا من ذاق الموت بالجسد مثلا لكن في فرق بين بقول بما يخص الخصائص وبين يخص اقسمها للطبائع الخصائص شيء والطبائع شيء تاني بينهم شعرة كده طبائع كأني بقى بتكلم على اتنين وده يمس قضية الفداء نفسها بقى بعد كده إن مين اللي فدانا ولو اتوجدت نسبناها لطبيعة فأصبح الطبيعة دي مش ممكن تتوجد بدون أقنومية بقى ليها أكني بك... هو نفس فكرة نصور فعرضنا شرح القديس كورولوس بالتفصيل عن هذا الموضوع في المرة الماضية في تعبير تاني اللي هم قالوا فيه وقد حدث اتحاد بين الطبيعتين وقفوا على كده ما جابوش سيرة نتيجه الاتحاد ده ايه في اي حد هنقول حدث اتحاد اه فعلا حصل اتحاد بين الطبعتين هل لما اقول حدث اتحاد بين الطبعتين بقى في طبعتين هما بقى قالوا كده ما قالوش نتيجه الاتحاد ايه زي ما عودتكم في الموضوع اللي هو النقط الخلافية مش هنتكلم كتير من عندنا ولكن كل كلامنا هيكون بناء على نصوص أبائية وخصوصا لصاحب الشأن القديس كيرلس نفسه بقدر الإمكان فاحنا بنقول يرى القديس كورولوس ان تعبير الاتحاد هنا يؤكد وحدانية الطبيعة كنتيجة للاتحاد فما يقول اتحاد معنى كده ان هي معنى الوحدة ان يبقى فيه هينتج واحد ولكن عند ذكر الاتحاد فذلك يعني أن الاتحاد لم يحدث من شيء واحد بل من اثنين يختلفان عن بعضهما من جهة الطبيعة. طالما في اتحاد يبقى لازم اتحاد بين أكثر من حاجة. بل من اثنين يختلفان عن بعضهما من جهة الطبيعة. فهو يتكلم عن الأشياء التي تم منها الاتحاد. حدث اتحاد بين طبعتين نعم حصل اتحاد بين طبعتين ولكن بمجرد أن نعترف بالاتحاد فلا نتكلم إلا عن ابن واحد وطبيعته واحدة وأقنوم واحد ففي أحد رسائله بيقول إيه بقى قل ونحن نعدهم ونلفت نظرهم ليقرأوا رسالة بابانا المغبوط أثناسيوس فقد كان في عصره أناس محبون للنزاع يقولون أن الله الكلمة شكل لنفسه جسدا من طبيعته الخاصة وعلى العكس تماما فقد أصر أثناسيوس أن جسد الكلمة ليس من الجوهر الذي للكلمه فان كان ليس من نفس الجوهر اذن فهناك طبيعه ما كما ان هناك بالتاكيد طبيعه اخرى مغايره ومن كليهما معا يعرف المسيح الواحد الوحيد ويلزم لاولئك الا يكونوا جاهلين بهذا الامر لانه حيث يكون هناك ذكر للاتحاد فهو لا يعني ان الاجتماع يحدث من شيء واحد بل من اثنين او اكثر يختلفان عن بعضهما من جهه الطبيعه وبالتالي نقول حصل اتحاد بين الطبيعتين شيء طبيعي او منطقي اذن فان تكلمنا عن اتحاد فنحن نعترف باتحاد الجسد النفس العاقلة مع الكلمة وأولئك الذين يقولون عن طبيعتين يفكرون هكذا أيضا اللي هم بيقولوا حصل اتحاد بين طبيعتين صح حصل اتحاد بين طبيعتين ولكن بمجرد أن نعترف بالاتحاد فان تلك الاشياء التي اتحدت لا تعد تنفصل عن بعضها بل يوجد حينئذ ابن واحد وطبيعته واحده باعتبار ان الكلمه صار جسدا والأساقفة الذين من الشرق قد اعترفوا بهذه التعليم ان قالوا فيه اتحاد بين الطبيعتين رغم انهم غامضون نوعا ما من جهه التعبير يعني قالوا حصل حدث اتحاد بين الطبعتين وسكتوا وبدأوا يفسروها بعد كده بطريقتهم الغير مستقيمة فالقديس كورولوس يعني بيشرح بالتفصيل هذا الأمر ويقول في رسالة أخرى لأننا لن نفهم مثل بعض الهراتق القدماء أن كلمة الله أخذ من طبيعته الخاصة أي الإلهية، أعد لنفسه جسدا، بل إذ مع من كل ناحية الكتب الموحى بها، ونحن نؤكد بقوة أنه أخذ جسده من العذراء القديسة، وهكذا فنحن نقول: ان الطبيعتين اتحدتا نعم ومنهما يكون الابن الواحد الوحيد الرب يسوع المسيح كما يتفق مع افكارنا ولكن بعد الاتحاد حيث ان الانفصال الى اثنين قد بطل الان فنحن نؤمن انه توجد طبيعه واحده للابن واحد قد صار إنسانا وتجسد شوفوا تأكيدات القديس كورولوس في رده على الادعاءات دهية عمال يصرح طبيعة واحدة طبيعة واحدة طبيعة واحدة وما زال إلى الآن الكنائس الخلقدونية يقولوا ده القديس كورولوس يقول إيه؟ طبيعتين وانت ما بيقول طبيعة لا أنتم مش فاهمين كويس ما بتفهموش كويس هو يقصد بالطبيعة الواحدة هنا الشخص الواحد والاقنومة الواحد التلاعب بالإيه بالمصطلحات دي هنتطرق لها لاحقا بس انا بمهد لكم عشان تبقوا فاهمين هم يعني الطرف الاخر بيفكر ازاي ويفسر ازاي وينسبوا للقديس كورولوس وفي ناس تقرا بقى ده القديس كورولوس ويتعلموا ده القديس كورولوس اللي بيقول لكن ما يعرفوش ان الشرح القديس كورولوس خطا بيشرحوه بطريقه خطا يعني ودي كانت الحكمه ليه بنقدم القديس ساويرس احنا لا بنقبل القديس كيرولس بشرح القديس من القديس القديس والوباء سناسيوس كذلك ولسه في حاجات تفاصيل هنتطرق لها احيانا بستبق كده واقول حاجات مستقبليه هناخدها لكن آه يعني نحب نمشي واحده واحده احسن من اقوى ما كتب بقى في الفتره دهية الحياه تصريحاته قويه 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 عدوهم كده كم رساله قالوا في كذا رساله كده الاصحاب الطبيعه الواحده بيفهموها غلط انا القديس كارلس في الرساله الى ساكسنسوس يقول فيها ايه بقى وحيث انك ما لكم تسال ان كان من المناسب ان نتكلم عن طبيعتين في المسيح ام لا لذلك فعندما نعتبر كما قلت كيفية تأنسه نرى أن طبيعتين اجتمعتا إحداهما مع الأخرى في اتحاد لا يقبل الانفصام وبدون اختلاط وبدون تغيير لأن جسده هو جسد وليس لهوتا رغم أن جسده قد صار جسد الله وبالمثل فالكلمه ايضا هو الله وليس جسدا رغم انه جعل الجسد خاصا به بحسب التدبير لذلك فحينما تكون لنا هذه الافكار فنحن عندما نقول انه كان من طبيعتين فنحن لا نجرح الوحده ولكن بعد الاتحاد لا نفصل الطبيعتين احدهما عن الاخرى ولا نجزئ الابن الواحد غير المنقسم إلى ابنين بل نقول بابن واحد وكما قال الآباء طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله ما هم يقولوا بي بيقول بطبعتين بقى دي كلها ردود مين القديس كرولوس واضحة وفي رسالة أخرى يقول فنحن عندما نؤكد اتحادهما نعترف بمسيح واحد وابن واحد هو نفسه رب واحد وفي النهايه طبيعه واحده متجسده لله ومن الممكن ان يقال مثل هذا الكلام عن الانسان بوجه عام لانه من طبيعتين مختلفتين اي من الجسد والنفس والفكر والتامل يدركان هذا الاختلاف ولكن حينما تتحد الطبيعتان فاننا نحصل على طبيعه واحده للانسان ومن ثم ندرك ان اختلاف الطبيعتين لا يقسم المسيح الواحد الى اثنين اختلاف الطبيعتين اللي تكون منهما الاتحاد وفي رسالة القديس كيرلس إلى الملك سيودوسيوس يقول فلأي سبب جاع إلا ليعرف أنه طبيعة واحدة من طبيعتين وفي رسالة ثانية أرسلها القديس كيرلس إلى ساكسينسوس فيها يرد على بعض الاسئله والاعتراضات التي يثيرها الذين يقولون بطبيعتين في السيد المسيح ويقول عنهم القديس كيرلس خلي بالكو هيبدا يتطرق لاسئله بيقولوها ويرد عليها والاسئله دي يمكن بعضها ما زال يتكرر وتكررت بعد القديس كورولوس مع اخرين ومرتبطه كلها بالفكر اللي احنا شرحناه في البدايه خالص وقلت لكم خلوا بالكم نعم الفكره اللي هو الفرق بين طريقه تفكير أو مفهوم مدرسة أنطاكيا للاتحاد واختلافه عن مدرسة الاسكندرية، عشان كده قلت لكم اللي يفهم الجزء دوت هيقدر يتفهم هما بيفكروا ازاي؟ أو بيقولوا كده ليه وإزاي؟ منطلقهم إيه؟ أساسهم إيه؟ فأرجو نركز في الحاجات النقط اللي جاية دهيت. بيقول عنهم القديس كورولوس إيه بقى؟ يجمعون لأجل أغراضهم الخاصة حججًا ماكرة، لخطط منحرفة، لكي يشوهوا طرق الرب المستقيمة. ويضل نفوس البسطاء الى الاضطرار للتفكير فيما هو غير صحيح وانا اقول هذا بعد ان قرات المذكرات المرسله من قداستكم فوجدت بعض الامور مقترحه فيها وهي غير مامونه من أولئك الذين لا أعلم كيف أحبوا انحراف العلم الكاذب الاسم وكانت اقتراحاتهم هكذا نسمع اقتراحاتهم بتقول ايه بقى السؤال الاول اللي هم بيطرحوه بيقولوا ان كان عمانوئيل مركبا من طبيعتين ولكن بعد الاتحاد تعرف طبيعة واحدة متجسدة للكلمة شوف المقدمة بتاعتهم بتبين فهمهم احنا بنقول ايه المقدمة صح وتبين ان فهموا المصطلحات صح وعرفوا ان القديس كورولوس يقصد بالطبيعة طبيعة وكل حاجة يعني مظبوطه بيقولوا ولكن بعد الاتحاد تعرف طبيعة واحدة متجسدة للكلمة فيتبع هذا من جميع النواحي أن يكون ضروريا القول أنه تألم في طبيعته الخاصة. لو أنتوا بتقولوا إن المسيح من طبيعتين وبعد الاتحاد طبيعة واحدة كأنكم بتنسبوا الألام للإيه للاهوت. طبعا الكلام ده في ناس بسطاء يسمعوا ممكن يعني اه يعني يتشك. شوفوا القديس كارولوس بيرد يقول ايه بقى يقول اباؤنا المغبوطون الذين حددوا الاعتراف المهيب للايمان قالوا انه هو نفسه الكلمه الذي من الله الاب والذي هو من جوهره انه تجسد وتانس وبلا شك نقول ان اولئك الرجال القديسين لم يكونوا يجهلون أن الجسد المتحد بالكلمة كانت تحييه نفس عاقلة. بيتكلم بالتفصيل عشان ما حدش يقول أبو ليناري كمان ولا فإن الإنجيل يوحنا الحكيم جدا قال إن الكلمة صار جسدا. ليس إنه اتحد بجسد بدون نفس حاشا. ولا أنه تعرض للتغير أو التحول لأنه ظل كما هو أي إلهًا بالطبيعة، وإذ قد اتخذ لنفسه أن يصير إنسانًا مثلنا حسب الجسد من امرأة، فقد ظل هو الابن الواحد، فيما عدا أنه ليس بدون جسد كما كان سابقًا. أي قبل فترة التأنس التي لبس فيها طبيعتنا يعني هو هو الله زي ما هو بس بقى متجسد لكن طبيعته ما اتغيرتش وتبعا لذلك فأي ضرر فأي ضرورة هناك أن يتألم في طبيعته الخاصة إن كان ينبغي أن يقال أنه بعد الاتحاد توجد طبيعة واحدة متجسدة للإبن إن هو هدف التجسد إيه أصلا عشان يقدر يتألم ويموت عننا لو في طبيعته الخاصة ما كانش ينفع لكن ده هو التجسد مخصوص عشان كده لانه لو لم يكن في الكلام عن تدبير التجسد انه يولد ليحتمل الالم لكان قولهم صحيحا لانه ان كان الذي ولد ليتالم لم يكن موجودا ما بيقولوا بقى خلاص الجسد مش موجود كانه بيلغوا الجسد بينسبوا الالم لله ثم للجسد الجسد ده راح فين لكان هناك ضروره ان تحدث الآلام لطبيعه الكلمه ولكن إن كانت خطة التدبير بالجسد كلها موجودة في عبارة صار جسدا، وجايب آية آه اللي في العبرانيين يقول لأنه سار جسدا ليس بطريقة أخرى سوى أن بأن يمسك نسل إبراهيم، ويشبه إخوته في كل شيء، ويأخذ صورة عبد إذا فهم باطلا قد تكلموا كلاما لا معنى له أولئك الذين يقولون أنه يتبع ذلك أنه ينبغي على أي حال أن يحتمل الألم في طبيعته الخاصة لأن جسده خاضع للألم الذي من جهة يعتبر معقولا أن يحدث الألم حيث أن الكلمة غير قابل للتألم ونحن ليس لهذا السبب نستبعد من أن يقال عنه انه قد تالم وكما ان الجسد صار جسده الخاص هكذا ايضا فكل ما هو من الجسد ما عدا الخطيه وحدها يقال عنه انه خاص به وحيث انه خاص به حسب التدبير لان ده اصلا أصبح له جسد قابل للألم وده هدف التجسد وغاية التجسد طب ليه بتقولوا إن الجسد يبقى مش موجود أو كأن يعني الجسد تلاشى أو الجسد إنه ينسب لللاهوت ليه لكن هو ينسب للطبيعة المركبة عشان كده احنا بنقول في الصلاة يا من ذاق الموت بالجسد بس الجسد انه عنصر من عناصر الطبيعة المركبة ما تكلمش عنه كطبيعة مستقلة سؤال تاني ويعرض القديس كيرلس اعتراض آخر لأصحاب الطبيعتين فيقول ولكن أولئك الذين من الجهة المعتادة سيقولون ان كانت هناك طبيعه واحده متجسده للكلمه فهناك كل الضروره ان يقال انه قد حدث امتزاج واختلاط كما لو ان الطبيعه البشريه فيه تصغر وتسلب يعني تتلاشى كاني يعني بيقولوا لما حصل الاتحاد لو انتوا قلتوا بقى باتحاد حقيقي هيحصل تلاشي للايه للنسوت لان يحصل امتزاج الاتحاد عندهم هيبقى فيه امتزاج فزي نقطه خل في بحر بقى الاتهام ده اتهموا بي مين بعد كده وطاغي واتهموا القديس اي واحد يقول طبيعه واحده يبقى انت بتقول حتى لو ما قالش لا يبقى معناته كده انت قصدك كده حتى لو بك يقول مش قصدي كده او بقول غير كده لا هو ما يبقاش الا كده بالنص اتهم كده بعد كده نفس الاتهام كان متكرر وما زال طوال التاريخ يوجه لكل من يقول ان حصل نتيجه الاتحاد طبيعه واحده شوفوا رد القديس كورولوس بس انا كاتب بعديها يلاحظ ان هذا السؤال او بالحري هذا الاتهام الذي وجهوه الى البابا كيرلس هو نفس الاتهام الذي نسبوه الى اوطاخي بعد ذلك وكان رد القديس كيرلس على ذلك كالاتي يقول ايضا فاولئك الذين يعوجون المستقيم جهلوا انه في الحقيقه توجد طبيعه واحده متجسده للكلمه لانه ان كان هناك ابن واحد الذي هو بالطبيعه وبالحق الكلمه الذي من الله الاب والمولود منه ولاده تفوق العقل والذي بحسب اتخاذه جسدا ليس بدون نفس بل محيا بنفس عاقله وصار انسانا من امراه فليس لهذا السبب يقسم الى شخصين وابنين بل ظل واحدا ومع ذلك ليس بدون جسد ولا خارجا عن جسده بل له جسده الخاص بحسب بحسب اتحاد لا يقبل انفصالا فالذي يقول هذا فهو بأي حال او باي طريقه لا يعني امتزاجا او اختلاطا او اي شيء اخر من مثل هذا ولن ينتج عن هذا ولن ينتج هذا عن ضروره منطقيه بايه حال لانه حتى وان كنا نقول ان ابن الله الوحيد الجنس هو واحد متجسد ومتانس فهو ليس ممتزجا بسبب هذا كما يبدو لهم فطبيعه الكلمه لم تتحول الى طبيعه الجسد ولا طبيعة الجسد تحولت إلى طبيعة الكلمة بل كل منهما ظلت كما هي في ذاتيتها بحسب طبيعة كل منهما وتعتبران متحدتان بطريقة تفوق الفهم والشرح وقد ظهر لنا من هذا طبيعة الابن الواحدة ولكن كما قلت متجسدة مركبة ما يعني حصل امتزاجه بقت طبيعة بسيطة لانه ليس في حاله ما هو بسيط بالطبيعه يكون فقط تعبير الواحد مستعملا استعمالا حقيقيا بل ايضا من جهه ما قد جمع بحسب التركيب كان في حد بيسال هل احنا صح نقول طبيعه واحده بسيطه للسيد المسيح وكنون بسيط لا دي تبقى مش مظبوطه هنقول طبيعه واحده مركبه لو قلنا بسيطه يبقى كان فعلا نسوت تلاشى في اللاهوت لكن احنا طبيعه مركبه بدون غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير كل الصفات اللاهوتيه باقيه وكل الصفات النسوتيه موجوده وبيرجع يدي مثل تاني بيكرره، يقول مثلما ان الانسان هو كائن واحد، وهو من نفس وجسد، لأن النفس والجسد هما من نوعين مختلفين، ولا يتساويان احدهما مع الآخر في الجوهر، ولكن حينما يتحدان يؤلفان طبيعة واحدة للإنسان. على الرغم على الرغم انه من جهه اعتبارات التركيب فان الاختلاف موجود بحسب طبيعه تلك الاشياء التي اتت معا الى الوحده وتبعا لذلك فانهم يتكلمون باطلا اولئك الذين يقولون ان كانت هناك طبيعه واحده متجسده للكلمه فانه من كل جهه ومن كل طريقه سيتبع ذلك ان اختلاطا وامتزاجا يكونان قد حدثا كما لو كان سمه تصغير وسلب لطبيعه الانسان لانه من جهه لم تصغر ومن الجهه الاخرى لم تسلب كما يقولون لان القول بانه قد صار جسدا هو كان كاف كاكمل بيان عن كونه انسانا لانه لو كان هناك صمت عن هذا من جهتنا لكان هناك مجال لافترائهم ولكن حيث ان القول بانه قد صار جسدا قد تم الادلاء به كما هو لازم فهل يكون هناك مجال للتصغير او السلب يعني احنا بنقول سارة جسدا والقديس كورولوس استخدم قلنا تعبير اخر كمان يعني كان في طبيعة واحدة الله الكلمة المتجسد استخدم طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة عشان يبين الطبيعة مركبة مش طبيعة بسيطة لكن في اصرار هتبقى واحده يبقى تلاشت يبقى في مزج يبقى ناقصه يعني ففي اصرار مش قادرين يفهموا الاتحاد بالطريقه اللي بنفهمه بيها يفهموه لإما كامل مع نقص او اتنين يبقى حصل امتزاج وحاجه تلاشت في سؤال تاني ده السؤال رقم تلاتة. ويوجه الذين يقولون بطبيعتين في السيد المسيح سؤالا آخر قائلين: إن كان المسيح يقال عنه أنه إله كامل. وإن كان يعرف أنه هو نفسه إنسان كامل. وإن كان من نفس الجوهر الذي من نفس الجوهر مع الآب حسب اللاهوت. ولكن بحسب البشرية هو من نفس الجوهر معنا. فأين يكون الكمال إن كانت طبيعة الإنسان لم تعد قائمة؟ يعني يقولوا هيبقى كاملة إزاي وهي ما بقتش موجودة؟ مين قال لكم إنها مش موجودة؟ يقولوا لا ما هي تلاشت. إحنا قلنا تلاشت يقولوا أنتوا بتقولوا أنه في كما كامل في الهوتو وكامل في ناسوت، فبيقولوا فأين يكون الكمال إن كانت طبيعة الإنسان لم تعد قائمة؟ وأين هي الوحدة في الجوهر معنا إن كان الجوهر الذي هو طبيعتنا لم يعد قائمًا؟ حد جاب سيرة أنه مش قائم؟ لأ. يلصقوا ونفس هذا الاتهام وجه اليمين بعد كده ده طاخي برضو ان اللاهوت نسوت تلاشى في اللاهوت ده بيوجهوا الاتهام ده للبابا كرولوس بس ده البابا كرولوس بقى بيقدر يرد ويفند وي... ويشرح في... اه متمرس وضليع ويعني طبعا ما حدش يقدر يقاوم حجته اما هنمشي خطوه خطوه في الموضوع ده في حقائق كتيره هتبقى واضحه للكل نشوف رد القديس كورولوس على الاتهام ده ايه يقول يكفي الحل أو الرد الذي ورد في القسم السابق كتوضيح لهذه الأسئلة يعني اللي قلناه قبل كده كافي للرد على هذه التساؤلات أيضا لأننا لو كنا قد قلنا طبيعة واحدة للكلمة وصمتنا بعدم ذكر متجسدة كما لو كنا قد وضعنا جانبا تدبير تجسده فبلا شك فان قولهم يكون مقبولا بالنسبه لهم كما يتظاهرون ان يسالوا قائلين اين هو الكمال في البشريه او كيف صار الجوهر المماثل لنا قائما ولكن حيث ان كمال بشريته الدليل على جوهر مماثل قد قدمناه بقولنا متجسده فليكفوا عن ان يستندوا على قضيب من القصب لأن كل من أسقط التدبير ده هو أصلاً هدف التجسد إن يبقى فيه جسد إذا كان هيتلاشى يبقى تجسد ليه؟ لأن كل من أسقط التدبير وأنكر التجسد فينبغي أن يتهم بحق أنه سلب الابن من بشريته الكاملة ولكن كما قلت إن كان في القول عنه أنه قد صار جسداً ده الكتاب نفسه قال الكلمة صار جسدا يوجد اعتراف واضح وغير متلبس بأنه صار إنسانا فلم يعد هناك شيء يعوق المعنى بأنه حيث أنه الابن المسيح الواحد الوحيد فهو إله وإنسان كما أنه كامل في لاهوته هكذا أيضا هو أيضا في نسوته يعني كامل في نسوته أيضا لانه كان لائقا بالضروره ان نلاحظ من جهه الابن الواحد الحقيقي انه لم يتالم لاهوتيا ونؤكد ايضا انه تالم انسانيا لان جسده تالم ولكن اولئك يظنون مره اخرى اننا بذلك ندخل ما يسمونه هم تالم الله وهم لا يدركون التدبير بل بخبث شديد يحاولون أن ينقلوا الألم إلى الإنسان بمفرده يعني هم عايزين يقولوا إيه أنتوا لو قلتوا طبيعة واحدة يبقى الألم بينسب لله باعتبار البشرية خلاص تلاشت لكن بنقول طبعتين فهنا بننسب الألم للإيه للإنسان طب وهو إيه قيمته؟ ده قيمة الفداء كله إن ال... الله المتجسد إيه رعية الله التي اقتناها بدمه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد تألم بالجسد لكن الجسد ده جسده الخاص فينسب لي وإذا كان هدف التجسد. يوم هم لا يدركون التدبير بل بخبث شديد يحاولون ان ينقلوا الالم الى الانسان بمفرده. وبذلك يصطنعون بغباوه توقيرا ضارا. حتى ان كلمه الله لن يعترف به انه مخلص. اعطى دمه الخاص لاجلنا. بل بالحري انه انسان منفصل معتبرا ابنا بمفرده ويقال انه اكمل هذا ولكن التفكير على هذا النحو يلقي بقل خطه التدبير بالجسد بعيدا ويحول سرنا الالهي عمليا وبشكل يقيني الى عباده انسان اذا كان ده انسان محض اللي عمل كده إيه يعني ايه بدتنا تبقى ايه وهم لا يفهمون ان بولس المبارك قال ان ذاك الذي هو من اليهود بحسب الجسد اي المسيح من نسل ابراهيم ويسى وداود هو رب المد ما فصلش كتاب نفسه بيقول نسب المسيح له المجد انه حسب الجسد ابن ابراهيم ويسى طب ابن ابراهيم ويسى اللي هو حسب الجسد هو ايه هو رب المجد وهو الله المبارك الى الابد وهو الكائن على الكل مظهرا ان جسد الكلمة هو جسده الخاص وهو الذي سمر على الخشبة ولهذا السبب نصب الصليب له بالاتحاد بينصب الصليب ليه لكن نال الألم في الجسد بس جسده المتحد بيه زي انا بتالم في جسدي لو اتخبطت او حاجه مش روحي لكن بينسب ليا ككل وده اللي يدي قيمه للفداء عشان في ناس كانت بتسال ايه قيمه الحاجات اللي بنشرحها دهيت لخلصنا. في ناس بتقول احيانا تفتكر اللي احنا بنقوله دوت يعني هيفرق في خلاصنا حاجه؟ ايوه لمين اللي خلصنا؟ الإله المتجسد لو اتقسم هيبقى يعني إنسان وإله سؤال رقم أربعة معلش هو كله النهاردة ما فيهوش حواديت عايز تركيز بس نشكر الله كل هذه التساؤلات مين اللي بيجاوب عليها قديس البابا كيرولوس بنفسه يقول سؤالا آخر للقائلين بالطبيعتين يعرضه القديس كيرلس في نفس الرساله قائلا شوفوا بيقول ايه بقى ولكني اعرف ان هناك شيئا اخر بجانب هذه الامور يسالون عنه لان ذاك الذي يقول ان الرب تالم في جسده مجردا انما يجعل الالم غير عقلي وغير ارادي ولكن إن قال أحد أنه تألم بنفس عاقلة لكي ما يكون الألم إراديًا، فليس هناك ما يمنع القول أنه تألم في طبيعته في طبيعة بشرية. ولكن إن كان هذا حقيقيًا، فكيف لا نكون مقرين بأن الطبيعتين قائمتان بدون انفصال بعد الاتحاد؟ حتى ان قال احد ان المسيح تالم لاجلنا بالجسد فهو لا يقول شيئا اخر سوى ان المسيح تالم لاجلنا في طبيعتنا مصرين يقولوا في الطبيعه بدل الجسد يعني يقسموا الطبائع ما يقسموش الخواص رد القديس كيرلس هذه المسألة أيضا ليست أقل في المعارضة لأولئك الذين يقولون أن هناك طبيعة واحدة متجسدة للابن، وأصحاب هذه المسألة يناضلون لكي يبرهنوا أن الطبيعتين قائمتان دائما، راغبين أن يبرهنوا أن هذه الصيغة صيغة طبيعة واحدة يعني هي بالحري بلا معنى ولكنهم قد تجاهلوا حقيقه ان تلك الاشياء التي يتم عاده, عادة التمييز بينها ليس ذهنيا فقط تختلف كليه وبنوع خاص احداهما عن الاخرى بكل طريقه منقسمه ومتنوعه فلناخذ مره اخرى انسانا مثلنا كنموذج امامنا وحيث أن الكتاب الإلهي الموحى به يقول أنه تألم بالجسد تألم بجسده فمن الأفضل أن نتكلم نحن أيضا هكذا بدلا من أن نقول من طبيعة إنسانية يعني أولا احنا كلامنا ماشي مع الكتاب كتابنا نفسه قال تألم بالجسد في رسالة معلمنا بطرس طب نلتزم باللي قاله الكتاب عايزين لازم تقولوا في طبيعته الإنسانية يقولوا حيث أن الكتاب الإلهي الموحى بي يقول أنه تألم بجسده فمن الأفضل أن نتكلم نحن أيضا هكذا بدلا من أن نقول من طبيعة إنسانية حتى لو أن هذا لم يقل بطريقة منحرفة من البعض فلن يسيء بالمرة على أي حل حقيقة السر لانه ما هي الطبيعه الانسانيه هي سوى جسد حي عاقل وهو الجسد الذي نقول ان الرب تالم فيه ومن ثم فهم يتكلمون بدقه غير ملائمه عنه انه تالم في طبيعه انسانيته كما لو كانوا يفصلونها عن الكلمه ويضعونها جانبا على حدة ويقصدون اثنين لواحدا وهو الكلمه الذي من الله الاب المتجسد والمتانس ويبدو لنا ان لفظه غير المنقسم التي اضافوها لها اهميه كبيره في التعليم المستقيم ولكنهم لا يفكرون على هذا النحو لان كلمه غير المنقسم عندهم يفهمونها بمعنى مختلف بحسب كلمات نسطور الفارغه حتى انهم لا يفهمون هذه الكلمات ببساطه بل ببعض المكر والخبث يعني مصرين يقولوا بطبعتين آه غير منقسمتين غير منفصلتين ما هو لو قبل الاتحاد طبعتين وبعد الاتحاد طبعتين يبقى فين الاتحاد وعشان تبقى طبعتين الاباء اجمعوا ما فيش طبيعه بدون أكنوم طالما الطبيعه ليها وجود يبقى أكنومين وده اللي قال بيه رجعوا بعد كده لسه بس هستبق انا شويه قالوا لا ما هو في طبيعه أباءنا ابائنا قالوا لهم طب انتوا كده زي نسطور تماما فطلعوا بفلسفة جديدة بعد خلق دنيا هأجلها مش هقولها دلوقتي <applause> هأجلها عشان يعني ما نستبقش وفي رسالة القديس كورولوس إلى فاليريانوس يؤكد أن السيد المسيح له المجد له طبيعة واحدة وأقنوم واحد معطيا مثلا بطبيعة الإنسان وأقنومه. بيقول إيه الفاليريانوس بقى؟ كما أن أي إنسان منا معروف أنه إنسان واحد وهو مكون من نفس وجسد هكذا أيضا المسيح يعترف به أنه واحد وهو إبن وهو رب. طبيعة الإنسان يعترف بها أنها واحدة وأنه أقنوم واحد، عشان في ناس كلمة أقنوم للناس دي بتبقى غريبة عنهم شوية يعني، اتعودوا كلمة أقنوم بنتكلم بيها عن الثالوث القدوس بس يعني، فبيقول طبيعة الإنسان يعترف بها أنها واحدة وأنه أقنوم واحد، حتى وإن كان يعرف أنه من عناصر مختلفة ومتنوعة. خلي بالكو كلمة من عناصر مختلفة ومتنوعة يعني طبيعة واحدة من عناصر مختلفة فربنا يسوع المسيح أصبح له طبيعة مركبة في فرق بين لما اتكلم عن تألم بالجسد الجسد ده كعنصر من عناصر الطبيعة المركبة وفي فرق بين لما أقول طبيعة طبيعة بخلي كيان آخر لكن كعنصر من عناصر الطبيعه المركبه بتكلم عن طبيعه واحده وشخص واحد فكل شيء ينسب اليه. وهذا هو الذي يعطي للفداء قيمه. وده اللي بيخلي تمسكنا بايماننا راسخ، اولا انه كتابي. ان هم عايزين نقول تالم بطبيعه احنا بنقول زي الكتاب ما قال تالم بالجسد يقول طبيعه الانسان يعترف بها انها واحده وانه اقنوم واحد حتى وان كان يعرف انه من عناصر مختلفه ومتنوعه لاننا نقر ان الجسد هو من طبيعات مختلفه بالنسبه للنفس لذلك أيضاً, فهو السيد الم... لذلك أيضا فهو يقصد بهو ان السيد المسيح يعني فهو يعرف أنه واحد رغم انه نظريا وبحسب عقلنا فإن جسده كان من طبيعة مختلفة بالنسبة له ولنعترف بكل طريقة ان جسده لم يكن بدون نفس بل كانت تحييه نفس عاقلة يعني زي ما بيقول للإنسان له جسد وروح مع أن طبيعة الجسد غير طبيعة الروح لكن لا نتكلم إلا على الطبيعة البشرية الجسد ده عنصر من عناصر الطبيعة البشرية في مصدر آخر بنقول ينتقد القديس كورولوس الذين يعتقدون بأقنوم واحد وطبيعتين إذ يقول ثم كل أين هو أين يكون الأقنوم الواحد لأنهم يتظاهرون بأنهم يثبتون أقنوما واحدا فقط، ألا يعلمون أنه إذا كان جوهران بذاتيهما منفردين يكونان على كل حال أقنومين أيضا، فتأملهم كيف يدخلون كأنهم واضعو الشريعة، ويثبتون بالكلية ما يبان كأنه مستقيم لهم، لأنهم يقولون نفرق الجوهرين ونلحم الأكنوم فكيف لا يكون ذلك بعيدا عن التصديق ممتنعا ذا حماقه يعني كلام مش منطقي. نديكم الخلاصه بتاع اللي قلناه المره اللي فاتت والمره دي. بنعمل خلاصه كده بعد كل فصل عشان ما انتهش وما ننساش مش الخلاصة هي النهاية خلاصة الجزء ده لكن فيه حاجة تاني ما تتفقلوش كده بز... يعني دي محطة لكن والخلاصة نفسها يعني شاملة بتاعت المرة اللي فاتت والمرة دي خلي بالكو الخلاصة أنا اتكلمت بالأسانيد الخلاصة مش هيكون فيها شواهد كتير بقى بس الخلاصات يعني نخلص بإيه بيقول قد لخص القديس كورولوس موقف الشرقيين في إحدى رسائله لخص الموضوع كله اللي عملوه معاه بيقول إيه فقد كتب الاساقفه الشرقيون طالبين الشركه وشرحين ايمانهم بوضوح وقائلين ان العذراء القديسه هي والده الاله وان ابن الله ربنا يسوع المسيح هو واحد وان شخصه واحد وليس اثنين لغاية كده كويس ثم أضاف خلسة بعض تعاليم مخالفة اللي هي اللي قلناه المرة دي والمرة اللي فاتت طبعتين وفصل الأقوال وكده أزعجت بعضا من أولئك الذين لا يستطيعون أن يفهموا حسنا وقد اعتبروا ليسوا انقياء تماما من هزر نستوريوس ده القديس كرولوس بيتكلم عن مين الشرقيين اتكلم على النقط الايجابيه اللي قالوها وبعدين بيقول ثم اضافوا خلسه يعني بعد ما عملوا الـ الشركة والصلح بدأوا بقى يشرحوا ويقولوا حاجات مزعجة واعتبروا ليسوا أنقياء تماما من هزر نصوريوس ليه قال ليسوا أنقياء تماما لأن نصور أنكر أن العدرة والدة الإله لفظة الاتحاد نفسها ما, ما قالش باتحاد لكن هم طبعا قبلوا الاتحاد لفظا لكن انكروه فعلا باعتبار ان الطبعتين اتحدت الطبعتين وبعد ما اتحدوا هم برضو ايه طبعتين يعني قالوا لفظا وأنكروه واقعا فالشرقيون والخلق دنيون من بعدهم وان كانوا قد قالوا باتحاد الطبيعتين فانهم استخدموا كلمه الاتحاد لفظيا دون ان يعنوا المعنى الحقيقي للاتحاد ولكن بقي مفهوم الاتحاد لديهم كما كان عند نسطور نوع من الالتصاق والالتحام لذلك فهم يقفون عند حد التعبير اللفظي باتحاد الطبيعتين ولا يقبلون محصلة الاتحاد وأقصى ما يمكن أن يقولوه أن الاتحاد بدون انفصال أو انقسام أو بغير انقسام وأنهم يميزون بينهما ذهنيا أما القديس كورولوس فحينما يقول باتحاد الطبيعتين فهو يستخدم لفظه الاتحاد هنا بالمعنى الحقيقي للاتحاد ويقول لانه حيث يكون هناك ذكر للاتحاد فهو لا يعني ان الاجتماع يحدث من شيء واحد بل من اثنين او اكثر يختلفان عن بعضهما من جهه الطبيعه لذلك استخدم كلمه الطبيعتين بعد لفظه الاتحاد ليشير إلى الأشياء التي تم بينها الاتحاد ولكن كما يشرح القديس كورولوس بمجرد أن نعترف بالاتحاد فلا نعود نتكلم إلا عن ابن واحد وطبيعته واحدة وأقنوم واحد كمحصلة للاتحاد واضح كلام ويعلق القديس كورولوس على تعبير بغير انقسام بالنسبة للشرقيين فيقول لفظة غير المنقسم التي أضافوها لها أهمية كبيرة في التعليم المستقيم ولكنهم لا يفكرون على هذا النحو لأن كلمة غير المنقسم عندهم يفهمونها بمعنى مختلف بحسب كلمات نصور الفارغة حتى انهم لا يفهمون هذه الكلمات ببساطه بل ببعض المكر والخبث ولان الطبيعه البشريه لم يكن لها وجود قبل الاتحاد بل وجدت في لحظه الاتحاد او بالحري وجدت في الاتحاد او متحده باللاهوت فلكي نفهم كيفيه التجسد كان لابد أن نستخدم التأمل الذهني كما قال القديس كيرولوس لذلك فبخصوص فهمنا ده كلام القديس كيرولوس بقى وبخصوص تأملنا فقط بعيون النفس في كيفية تأنس وحيد الجنس نقول أن هناك طبيعتين اتحدتا إن طبعا الطبيعة البشرية ما موجودة أما أقول من طبيعتين طب الطبيعتين؟ الطبيعة اللاهوتية موجودة الطبيعة البشرية وجدت متحدة فالذهن ما بقول من طبيعتين بيتأمل يعني بيتخيل ان في هناك زمن ذهنيا بأوجد الايه ان طبيعتين اتحدوا مع بعض بس الزمن ده مدته قد ايه صفر مفيش زمن لأنها وجدت متحدة على طول بس بقت من اتنين. فهنا كما قلنا لا يمكن التمييز بين الطبائع التي منهما يتم الاتحاد إلا ذهنيا لأن الطبيعة البشرية لم يكن لها وجود قبل الاتحاد كما ذكرنا. ولكن بمجرد الاتحاد لا يمكن أن نميز بين الطبيعتين لا ذهنيا ولا واقعيا فالقديس كورولوس يقول والعقل الإنساني لا يقسمهما بأي طريقة بعد أن اتحدا بل, بل يؤمن ويقبل بقوة أن الواحد الذي من الاثنين هو الله والابن والمسيح والرب كما اكد القديس كورلس على وحده الطبيعه ووحده الاقنوم بعد الاتحاد متخذا من الانسان مثالا لذلك اذ يقول طبيعه الانسان يعترف بها انها واحده وانه اقنوم واحد حتى وان كان يعرف انه من عناصر مختلفه ومتنوعه وفي ذلك ايضا رد على الخلق دونيين الذين يقولون أن القديس كورولوس كان يقصد بالطبيعة الواحدة الأقنوم الواحد ولكن هنا يذكر القديس كورولوس صراحة كل من الطبيعة الواحدة والأقنوم الواحد أخيرا ينتقد القديس كورولوس القائلين بأقنوم واحد وطبيعتين إذ أن ذلك ضد الواقع وضد المنطق إذ لا يمكن أن تكون هناك طبيعة بدون أقنوم ولذلك فإنهم إن قالوا بطبيعتين فلابد أن يكون أقنومان أيضا فالاتحاد الأقنومي يقترن بالاتحاد الطبيعي دي خلاصة الجزء اللي احنا ايه اه قلناه المرة دي والمرة اللي فاتت حتة صغيرة هنقولها لكم ونكتفي بيها ونجاوب الأسئلة لأن في بعض الأسئلة أن تحتاج نجاوبها النهاردة الحاجات دي بدأت المصالحة سنة كام؟ 433 الكلام ده كله رايح جاي كم سنة لغاية دلوقتي لا يعني لغاية دلوقتي واحنا بنحكي في التاريخ يعني في التاريخ مش مش لغاية وقتنا الحاضر يعني فضلوا لغاية ربعمية خمسة وتلاتين كان في محطة أخرى كان نسطور لما حكم عليه المجمع المسكوني وتعزل مقيم في دير اللي كان بتاعه ديره في أنطاكيا مقيم من ساعة مجمع أفسس 431 وجوده هناك عمال يراقب الأحداث ويتفاعل معها ويشعللها مما كان له اثر في استمرار الفكر النسطوري مشاكل عماله ايه مش منتهيه بين اصحابه واتباعه ومما كان يحرك اصحابه للعطف عليه وفي مقدمتهم كان يحسب دائما مين سودوريتوس اسقف ايه اه خلي بالكم الاسم ده انا ما كنتش اعرفه زمان الله ينيح نفسه ونصليب صليب جاب لي قراره وجذور عيلته كلها يعني وعرفني مين هو سبب مشاكل كتيره فجي بقى في سنه 435 في ثلاثة آب صدر امر ملكي جديد ضد نسطور واتباعه اولا بحرق كتبه ونفي الى صعيد مصر جِيَ راح اخمين بقى جه قالوا عشان نرتاح منه المكان اللي هو مش هيقدر بقى يبقى له نشاط وتأثير فيه مصر أولا وفين في مصر نحطه عند جنب أم بشنودة أم بشنودة طبعا كان شخصية قوية أم بشنودة رئيس المتوحدين في أخميم تبع سوهاج هم دول اللي هيعرفوا يظبطوه ويحجموه وعهد الإمبراطور بتنفيذ الأمر الملكي إلى أرسطولاوس اللي هو المندوب بتاعه في هذه الأمور في الفترة دهيت وكيل الإمبراطور. وأصبح السيف مسلط على رقاب أتباعه بقى اللي هم متشبثين بفكره. فبعض المتهمين بالنسطورية لكي يتهربوا من تنفيذ الأمر الملكي أعلنوا أنهم يقبلون بتعليم الرؤساء الأربعة لكراسي الإسكندرية وأنطاكيا والقسطنطينية وروما انتوا بتؤمنوا بايه قالوا لا احنا ماشيين حسب ايمان الاباء الأسقفة اسكندريه وانطاكيا والقسطنطينيه وروم. يقصدوا بمين بالاسكندريه البابا كيرلس فطبعا البابا كيرلس بعد ال... عارفين يقول اللي يتلسع من ايه ينفخ في ايه اللي يتلسع من ايه الشوربه ينفخ في الزبائن. اختبر المكر والخبث والالتواء بتاعهم فما أمن لهمش حكاية إن بقى إحنا بنتبع كده كلام مطاط وما يقول لك إحنا بنتبع كيرلس ويرجعوا يدعوا عليه إن القديس كيرلس بيقول بطبيعتين ويشيعوا بكده ويضلوا الناس البسطاء في ناس مش فاهمة لو سمعوا ان القديس كورولوس بيقول بطبعتين خلاص يبقى احنا كمان بنقول بطبعتين ما همش ما عندهمش العقلية هم عندهم الثقة في الاشخاص فالقديس كورولوس بقى إذ كان يعلم بخبسهم ومكرهم نتيجة الدرس الذي تلقنوا من صلح مع الشرقيين فأنه صاغ بنفسه اعترافا للإيمان في رسالة أرسلها إلى أرسطو اللاوس ذكر فيه صراحة عبارة طبيعة واحدة خلهم يوقعوا بقى على صيغة فعلا إيمانية يقروا بالطبيعة الواحدة صراحة هذه الصياغة اللي صخ البابا كرولوس تلاقي يكتموا عليها تماما ما تجيش سيرتها خالص قدرت تجيب شذرات عنها من عندهم من عند الكتاب يعني الكنائس الخلق ففي كتاب تاريخ كنيسة أنطاكيا لخرسوس بابا دبلوس يقول ايه يقول وفي ثلاثة آب ده هم مش مش انا يعني الكلام ده مصادرهم هم كمان يعني في ثلاثة آب 435 صدر أمر ملكي جديد ضد المتنصرين أنا بقول بنفس صيغة الكتاب اللي معقول وعهد بتنفيذه إلى أرسطولاوس وكيل الإمبراطور وبعض المتهمين تخلصوا من التهمة مقدمين تصريحات أنهم إنما يقبلون بتعليم الرؤساء الأربعة كيستوس أسقف روميا وبروكلس أسقف القسطنطينية لأن كان ماكسيميانوس اتنيح فجي واحد تاني اسمه بروكلس وكيرولوس أسقف الإسكندرية ويوحنا اسقف انطاكيا. قالوا بقى اقرار عمومي احنا بنتبع تعاليم الاباء دول. ولكن هذه التصريحات كانت وسيله تهرب. ده اللي بيقول كده المؤلف الكتاب اللي هو بتاع تاريخ كنيسه انطاكيا اللي هو مش اللي هو خلق دون يعني. كما كتب كيرلس يقول يوحنا معتقدا انه كان يجب على المتنصرين ان يقدموا اعترافا خطيا شخصيا صريحا فيما يعتقدون به بابن الله وكلمته المتجسد وشخصه الواحد وبمريم والده الاله وبيقول وعرض القديس كيرلس صيغه اعتراف مؤلف الكتاب ده يقول بقى ايه ولكن بما ان هذه الصيغه وصلت الينا باللاتينيه لنعلم العباره التي استعملها للتعبير عن وحده الشخص عن وحده شخص يسوع المسيح يعني هنا بيقول مقدم إن حتى لو قال طبيعه هو يقصد بها وحده الايه بس أنا يهمني القديس كرولوس قال إيه؟ تفسير بقى يقصد شخص طبيعة إحنا اللي نفهمها مش هما اللي هيفرضوا علينا إنه يقصد بيها الشخص. يقول لا نعلم العبارة التي استعملها للتعبير عن وحدة شخص يسوع المسيح وأي مصطلح استعمل. طبيعة واحدة أم أقنوم واحد. أو جوهر واحد. ولم يقبل بهذا الاعتراف وهذه المصطلحات اساقفة سوريا المتهمين بالنصرة والقائلين انهم بقونا على سر على دستور نقيا. خلي بالكم من الحته ديت. وفي رساله ثانيه بعث بها كيرلس الى ارسطولاوس ووصلتنا باللاتينيه ايضا. استعمل كيرلس عبارة طبيعة واحدة أو جوهر واحد يبقى في رسالتين رسالة بيقول باللاتينية وما نعرفش يعني إيه اللي استخدمه وفي رسالة تاني برضو باللاتينية بس وصلت لينا استعمل فيها صراحة هو بيقول كده يعني بأمانة آه عبارة طبيعة واحدة وأكنوم واحد طبعا هم لغاية دلوقتي يملوا الدنيا مصالحة 433 صيغة مصالحة 433 433 وبحسب الادعاءات اللي كانت متقالة أما المرحلة الثانية الدفعة الأخيرة اللي هي الإمبراطور أمر بقى باستبعاد نصور وإن هي يدخلوا الإيمان أو يعني يخضعوا ولا لأ وللقديس كورولوس كتب صيغة قاطعة مانعة حاسمة ما حدش يجيب سير سيرتها إلا قلة من المراجع وهنا يلاحظ خلي بالكم بقى نفس اللي عمل القديس كورولوس ده بنعلق عليه بنقول ايه وهنا يلاحظ انه لو كان عرض الايمان الذي قدمه الشرقيون عام 433 للرد على الذين يتهمون القديس كورولوس بالاريوسيه والابوليناريه نقول لو كان هو صيغه المصالحه لكان القديس كورولوس استخدمها عند قبول هؤلاء الذين يطلبون الصلح ايضا اللي هو صيغه المصالحه والقديس كورولوس موافق ان دي صيغه المصالحه طب هيعمل حاجه جديده ليه؟ زيهم زي اللي قبلهم ولكنه هنا لم يكتفي بان بانهم يحرمون تعليم نصور اي لم يكتفي بتنفيذ شروط الصلح اللي وضعها اصلا مجمع افسس التي كان اشترطها للصلح مع الشرقيين فقط ولكن صاغ بنفسه اعترافا للإيمان بعبارات صريحة ليغلق الباب أمام أي تأويل أو تفسير منحرف والنقطة دي مهمة جدا 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 ممكن يمكن كتير منكم ما سمعش عنها حكاية 435 دي قبل كده لكن كلها بتؤكد الايمان بالطبيعه الواحده المركبه وبتؤكد على ان السيد المسيح كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتي وان الناسوت لم يتلاشى لكن هم مصرين ان لو قلنا بطبيعه واحده يبقى كاننا بنحسب بنح... لا اما في تلاشي او او امتزاج نتيجه الامتزاج ينتج عنه تلاشي ايضا واختلاط مش قادرين يقبلوا الا كده نكمل ولا كفايه كفايه اه الاسئله يعني الاسئله يعني كفايه <applause> حاضر، ومعلش المرة دي شوية كلها لاهوتية، لكن يهمني إنها تكون مفهومة عشان كده هكتفي بكده المرة دي. هل يمكن أن نقول أن كلمة عناصر هي مرادف لكلمة خصائص؟ حسب السياق في استخدام في الاستخدام الكلمة هي إيه؟ يعني ممكن حسب السياق يبين احنا نقصد ايه، العناصر ان ممكن بنقول الطبيعه النسوتية عباره عن جسد وروح والطبيعه اللاهوتيه، الجسد الطبيعه ده دهيت او خصائصها. قابل للتألم يعني له الصفات النسطية العادية ففي فرق بين نتكلم عن الصفات والعناصر يعني وأحيانا في ناس بتتكلم بطريقة ممكن يفهم منها في الكلام هي قصدها إيه يعني هل الجوهر بديل للطبيعة ممكن يبقى بديل للطبيعة غير المقنمة لو طبيعة يعني بنتكلم عن الطبيعة في العموم ممكن الجوهر يبقى مرادف لها في الحالة دهيت، الوحدة الاتحاد في الثالوث طبيعته بسيطة، الاتحاد بين اللاهوت والناسوت طبيعته مركبة، طبيعة كيفية شرح الاختلاف بين الاتحادين؟ لا اللاهوت يعني الله له طبيعة واحدة بسيطة فالطبيعة ديت له ثلاث أقانيم أعلن عنها فده يعبر عن كيان الله نفسه وطبيعته جوهر واحد ذو ثلاث أقانيم أو طبيعة واحدة ذو ثلاث أقانيم عشان كده وحدة الأقانيم في الجوهر مش وحدة منقسمة أو منفصلة. الآب هو الله والإبن هو الله والروح القدس هو الله، غير قابل للتجزئة أو الانقسام أو الانفصال، إنما وحدة اللاهوت مع الناسوت احنا طبيعتنا مركبة الله طبيعته بسيطة اتحد بطبيعتنا فبقى يعني وحدة مركبة من طبيعة يعني طبيعة من طبيعتين لاهوتية ونسوتية فصارت الطبيعة المركبة دي تشمل كل الخصائص اللاهوتية والنسوتية للاهوت والنسوت مع بعض الله لا يتغير ولكن كل ما في الأمر صار متجسدا الكلمة صار جسدا في ملء الزمان لكن بقي كما هو غير المتغير ولكن بقاله جسد قدر يحقق به الفداء والخلاص ففي هنا في اللاد الاتحاد الأقانيم متحدة في الجوهر لكن بين اللاهوت والنسوت اتحاد طبيعتين اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي في حد الحقيقة كان بعت سؤال اونلاين بيقول نيافتة قلت في المحاضرة الثالثة نرجع للكتب القديمة التي تشرح بأمانة هذه الحوارات والمجامع أرجو من يفتك تحديد كتب أو مؤلفين على وجه الحصر يمكن الرجوع إليها دي أول نقطة الحقيقة الموضوع ده له كتب كتيرة أوي قوي 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 في منها ما هو لاهوتي وفيه ما هو تاريخي كتير لكن على المستوى اللاهوتي وده الأهم يعني الكتب القديمة والممكن تكون متاحة وإن كان أسلوبها يحتاج يعني مش مألوف قوي للأجيال الحالية لكن مثلا كتاب زي نفح العبير ردا على شرح البشير لابونا فيلوساوس ابراهيم يشرح لاهوتيا كويس كتاب نفح العبير ردا على شرح البشير للقمص فيلوساوس ابراهيم وخصوصا شرح الاتحاد الطبيعي والاقنومي كويس في مجموعه كتب الانبا ايسوزورس نذكر منها البينات الواقيه والبراهين الثاقبه وكتاب اخر النزير ردا على البشير وكتاب ثالث المطالب النظريه في المواضيع الالهيه وكتاب رابع تنوير الاذهان بالبرهان على ما في عقائد الكنيسه الغربيه من الزيغان. دي بعض كتب انبا ايسوزورس. في كان مخطوطات نشرها احد رهبان دير الانبا انطونيوس للقديس يس... الانبا يوساب الاباح كان المتنيح ابونا زكرياس الانطوني تحت اسم يسابيات. في لابونا في الوساوس ابراهيم كتاب مخطوط غير مطبوع انا طبعا حصلت على المخطوط دوت اسمه حسن الاعتقاد في سر الاتحاد في طبعا كتاب اعترافات الاباء بس طبعا مش هتلاقوا الموضوع بالملموم يعني تلاقوا فيه متناسر يعني حاجات زي كده لكن باللمه اللي بقولها لكم مش هتلاقوا اللي انا قلته مكتوب يعني كده يعني لكن ما صدروا منه يعني لكن عشان اللي مهلكوا كده خد جهد ففي كتاب اعترافات الاباء في الدر السمين في ايضاح الدين للقديس سيرس بن المقفع في حاجات للبطرس السدمنتي ممكن موجود فيها اقتبس منها كتاب البابا ديسكورس بطل الارثوذكسيه العظيم للقمص ارمانيوس حبش البرماوي السورياني قدرها من دير السوريان وقدم له المتنيح الانبا ورغوريوس ففي برضه اقتبس حتت لبطرس السدمنتي كاتب فيها وكتاب تاني للبابا دي اسكورس نشر ماري غروريوس مش عارف بهنام كده نشرته له أسكوفية البحث العلمي راجع فيه لأعمال مجمع أفسس الثاني باللغة السريانية اللي كتبه البابا دي مساوس مترجم بالعربي كمان حلو خالص في كتاب علم اللاهوت لابونا مخيل مينا الجزء الخاص بالتجسد وان كان باقتضاب شديد لكن فكر محدد ومظبوط يعني في طبعا حاجات مخطوطات كانت عندنا في الدير وفي كتب تاريخ قديم تاريخ مخيل الكبير منارة الأقداس لابن العبري دي كتب من الكنيسة السوريانية بقى وفي كتاب الأحاجي المعرف لكسينوس <applause> في حاجات طبعا يعني في حاجات طبعا أبائية قديمة تاريخ يوحنا الأفسوسي تاريخ زكريا الفصيح ده زكري مترجمه كتاب زكريا الفصيح ده باللغة الإنجليزية مترجم عندي يعني ممكن لو اتوضب شويه ينشر في في القرون الاولى برضو القرن السادس عالم لاهوتي قبطي ذكره ميخائيل الكبير في تاريخه اسمه يؤنس فيلبونوس ده لاهوتي شويه ده اللي مننا صاحب السؤال بيقول أرجو معرفة هل يمكن الاعتماد على مجموعة الشرع الكنسي لحنانيا كساب ولو في السرد التاريخي فقط دون الأمور والألفاظ اللاهوتية إحنا ممكن نقرأ أي كتاب بس المهم يكون عندنا الأساس لأن في بعض روايات حاجة زي بخصوص المصالحة ديت ما يروها بطريقة مختلفة تماما برضو يقولون صيغة مصالحه لكن بناخد منهم بعض حاجات تاريخية يعني مصالحة أو صيغة اللي حددها القديس كورولوس في 435 أنا واخدها من كتب من عندهم معظم مراجعي ما هيش من عندنا بس قريتها بعد ما قريت اللي إيه اللي عندنا كلها لسه في مرجع قوي جدا 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 يعني هنتناوله في الكورسات المقبلة مضمون المجمع الخلقدوني اللي نشرته روميا باللغة العربية كتاب نادر جدا طبعا ففي حاجات كتيرة لكن يكفي لو لقيت الحاجات اللي قلتها لكم ديت اللي بيصاحب السؤال اللي هو بعته اونلاين ممكن تبقى مفيدة هننقل على الأسئلة اللي جت بقى اونلاين انا هبدا من الاسئله اللي جت الاول وانتهي في الاخر يعني ممكن سلام يا سيدنا ممكن ميه فيزس احنا بنعترف اننا بمفهوم الاباء ميه فيزات يفتك تشرح معنا ميا فيسس تسيء سيساركو ميني أو ميا فيسس تسيء سيساركو مينو دو تعبيرين استخدمهم الآباء اللي هي طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد أو طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة. الآباء قالوا مية، آه وبتوع اللغة يقولوا إن مية دي تعني إن وحدة مركبة مش بسيطة لكن بيقولوا علينا ان مونوفوزايت موحدة الطبيعة اللي هي الطبيعة كأننا بنؤمن بطبيعة بسيطة فلما بسيطة يبقى كأن الناسوت تلاش، لكن احنا بنؤمن بطبيعة مركبة فحسب ما استخدم الآباء قالوا ميا فيسس ما استخدموش مونوفيسس مية فيس السوسيق لغو <applause> سيسار <applause> كوميني <يقول> نفهم من محاضرات الثلاث السابقة أن المسيحين في العالم كانوا جميعا أرثوذكس إلى مجمع أفسس ومصالحة 433 لا هو كان كلهم واحد لغاية يعني مجمع خلق دنيا لأن ما حصلش انشقاق رسمي لأن برضو خلي بالكم احنا بنقول بالشرقيين وكده مش كل الشرقيين كانوا بيقول لهم الفكر ده كان في قديس اسمه رابولا كان صديق للبابا كرولوس وكان كويس جدا وأكاكيوس فيهم ناس يعني كويسين جدا 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 وإيمانهم مظبوط فمش كله لكن هو حصل آه الانشقاق الكنايس مع بعضها في خلق دنيا في قديسين مشتركين كانوا في الفطرة دهيت ده فكل فريق عشان ينسب لنفسه يعدد دول تبعنا دول تبعنا هم ما كانوش يعني ليهم في في الموضوع خالص بل بالعكس كانوا ارثوذكس اكتر ويقول حللني يا سيدنا إلهي إلهي لماذا تركتني كلمة السيد المسيح على الصليب كيف نفهمها في ضوء عدم الفصل أو التميز بين الطبيعتين كيف أفهمهما من جهة الخصائص هو القديس كورولوس عمود الدين شرح الآية دهيت هنا ما لهاش علاقه بالتمييز الطبائع ولا الخصائص لها علاقه ان ربنا يسوع المسيح لما تجسد كان نائبا عن البشريه اناب عننا انه مات عننا وصمع عنا احنا نحذف صمع عنا صار نموذج لنا وصار ادم الثاني فالسيد المسيح أحياناً لما يتكلم ممكن يتكلم بصفته نائب عن البشرية ده حسب شرح القديس كورولوس فلما هو على الصليب آه وخلاص تمم الفداء فقال له إلهي إلهي لماذا تركتني فهنا القديس كورولوس بيقول للسيد المسيح بيتكلم كنائب عن البشرية اللي هي انفصلت عن الله بالخطية فبعد أن تمم الفداء قال له إلهي لماذا تركتني وها أنا قد يعني أتممت الإيه الفداء هو وده اللي عبر عنها القديس بولس في عبرانيين خمسة ألف أيام تجسد قدم صراخ للقدر أن يخلصه من الموت فسمع له من أجل تقواه سمع له من أجل تقواه طب معروف أن المسيح مات فسمع له من أجل تقواه من مين لا هو صرخ في أيام تجسده لكي يخلصنا إحنا فلأنه بلا خطية فقدر ينوب عن البشرية بأنه هو الإله المتجسد فأصبح قيمة الخلاص تغطي البشرية كلها في كل الأجيال أصبح له قيمة لا نهائية وطلب أن يخلصنا من الموت كنائبا عنا إلهي إلهي لماذا تركتني فسمع له من أجل تقواه لأنه بلا خطية فقبلت الكفارة اللي قدمها عن البشرية كلها فأحياناً كان يتكلم بالإنابة وأحياناً يتكلم بالأصالة زي ما يقولون زاب إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم أبي, أبي أبوه بالطبيعة لكن أبوكم بالتبني إلهي بالإنابة لكن إلهكم بالأصالة أم هو يقول إلهي بل... أنه كنائب عن البشرية لكن إلهكم أنتم بالأصالة في سؤال تاريخي كده يعني بعد انقسام الشرقيين واحد من وقع للمصالحة مع يوحنا الأنطاكي من صاروا طائفة الناصاترة هل انضموا مع بعضهم وقاموا بكل الإدعاءات اللي... لا في ناس كانوا مستقيمين زي بولس أسقف حمص وفي زيه كتير لكن المجموعة اللي كانت متأثرة بنصور زي سأدوريتس واللي معاه هم اللي عملوا الادعاءات دهيت ده وبدأوا يقولوا كده عشان كده كان فيه هنعرف بعد شوية انتوا بس بتستعجلوا انا ماشي معاكم خطوة بخطوة في ناس هيجوا من هناك بعد كده يشكوا للقديس كورولوس من اللي بيحصل ما تستعجلوش احنا لسه يعني قدامنا شويه بس انا يعني ماشي خطوه آه خطوه. بيقول في سؤال هل كان رد البابا كيرلس الذي ميز فيه بين رد الشرقيين ورده على الاتهامات الموجهه اليه بالابولينارية والاريوسية تزيين للمصالحه حتى يفهموا انها صيغه المصالحه أم كانت رسالة منفصلة؟ لا دي رسالة هم بعتنها مع بولس أسقف حمص قبل ما تتم المصالحة أصلا. إن إحنا في ناس بيقولوا كده زي ما جابوا رسالة البابا أثناسيوس زي أثاروا موضوع الأربعة المحرومين فقالوا في ناس بيتهموك بكذا وكتبوا ليهم رد كده لكن هو المصالحة ما كانش حاجة من البابا كورولوس ده هما اللي كان لازم يوقعوا على شروط الصلح اللي وضعها مجمع أفسس القديس كورولوس بعد قبولهم في الشركة طالما وقعوا ياخدوا خطاب الشركة ان هم يعني ايه اه تم قبولهم في الشركة <applause> في حد بيسال عن الامتحانات حللني نيابتك ليه بعض الاستفسارات عن سلسله الامتحان الثاني لم افهمها عاقديا فارجو التوضيح هل جمله طبيعه واحده بسيطه واقنوم واحد بسيط تعني طبيعه واحده فقط وليس طبيعه واحده من طبعتين اه وانا اشرت ليها واحنا بنشرح يعني ما نقولش طبيعه بسيطه أليس الإيمان بوحدة الطبيعة هو إيمان أبو ليناري أبو آه أبو ليناريوس قال طبيعة واحدة وإحنا بنقول طبيعة واحدة لكن مفهومنا غير مفهوم أبو ليناريوس. أبو ليناريوس قال طبيعة واحدة عمل امتزاج مزج وكده وإن الطبيعة مش كاملة. قال الجسد بدون نفس بشرية. في إجابة سؤال رد البابا كروس على التهم كلمة الكلمة وحد بنفسي جسدا حيا بنفس عاقلة ألا تعني هذه الجملة المسيح اتخذ شخصا كاملا أي أن العبارتين متساويتين لاهوتيا لا طبعا الكلمة صار جسدا لكن لم يتخذ إنسان أو شخص لأن النصور من ضمن الاتهامات اللي ليه ان يعني يعني نصب اليه انه بيقول ان الناس تكون الاول عشان كده قال ما اقدرش اعتبر ان طفل ابن شهرين ولا سنتين ان إله. م? اي ما وحد مع نفسه جسد ذو نفس عاقله دي رد على ابو ليناريوس لان ابو ليناريوس قال جسد بدون روح. حللني يا سيدنا نحن كابناء الله في الجسد بعدما اخذنا نعمه الروح القدس فلنتمثل بالهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نتالم بالجسد وتقوينا نعمه الروح القدس. حتى ننتقل إلى الفردوس وهكذا الإله الكلمة المتجسد تجسد من سيد العذراء والدة الإله كإله متجسد شبهنا في كل شيء ما خدا ما عدا الخطية تألم وصلب وقام هل فهمي صح أم خطأ؟ صح مفيش خطأ يعني حال الضعف الله يحل هل بولس اسقف حمص قتل البابا كرولوس ما قبل المصالحه بصفته الشخصيه ام نائب عن يوحنا الانطاكي وكنيسه انطاكيا؟ هو مفوض للتفاهم مش بصفته الشخصيه وبس هو وقع على يعني على شروط المجمع بصفته الشخصيه لكن كان مفوض للتفاهم مع القديس كرولوس وبناء عليه القديس كورولوس بعت مع اثنين من عنده وقال لهم اذا وقعوا على شروط المجمع يدخلوا في الشركة ياخدوا جواب ايه انضمامهم للشركة المقدسة دي متهيألي الاسئلة اللي لقيتها دلوقتي على الموبايل اذا فور لقيت حاجة تاني ممكن في مرة قادمة ان شاء الله طيب من تالي كده جاوبنا على الكل ليكم في ذمتنا مرتين تاني نتمنى نقدر نخلص فيهم كل الكورس الاولاني دوت حوالين المصالحه وتبعاتها صلحة 433 وبناخد كل مرة على قد الوقت وعلى قد المصحصحين معايا ولا لأ يعني نشكر حسن انصاتكم تفضلوا نصلي.